اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى في هذه الفقره. يمكن هنبعد شويه عن الجو اللي بنعيشه من مظاهرات ومشاحنات ومن فقرات سياسيه، وايضا يعني بعيدا عن الفقره اللي كانت معنا قبل كده واللي قبلها. هنتكلم في هذه الفقره عن ذكرى الراحل المطرب العملاق محمد فوزي. 48 سنه ده العمر كله اللي عاشه، ولكن قدم كتير خلالهم لغايه دلوقتي ولغايه 2013. يمكن الاجيال اللي ما عاشتوش بتسمعه وبتشوفه وكمان بتستخف دمه. مين فينا يعني ما غناش اغنيه من اغاني محمد فوزي او عاش على لحن من الحانه؟ خلينا نتكلم اكتر ونسمع اكتر ونطلع من الجو اللي احنا عايشينه شويه من خلال ضيوفنا. وليد حيدر المطرب بدار الاوبرا، صباح الخير يا وليد. وايضا المايسترو الشاب ابراهيم الموجي، عازف في التشيلو. صباح الخير. صباح الخير. طيب خلينا الاول قبل ما نبتدي فقرتنا وكلام عن المطرب محمد فوزي نروح نشوف هذا التقرير ونرجع نبدا فقرتنا. محمد فوزي أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين في القرن العشرين، وأكثر فناني عصره حرية وانطلاقة وأقربهم إلى الروح الشعبية. سبق عصره بشكل جديد من الغناء والتلحين. ولد محمد فوزي في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في 28 من أغسطس من عام 1918، وهو الابن 21 من أصل 25 ولدا وبنتا، منهم المطربة هدى سلطان. انتقل فوزي للقاهرة في النصف الثاني من الأربعينيات وكافح كثيرا لإبراز موهبته التي ظهرت في أول أفلامه العقل في أجازة، واعتمد في مسيرته الفنية على السينما الغنائية، وقام ببطولة 36 فيلما غنائيا استعراضيا، منها بنات حواء ومن أين لك هذا، حب وجنون، ورد الغرام، وفاعل خير، دايما معاك، يا حلاوة الحب، والزوجة السابعة، وكل دقة في قلبي، وليلى بنت الشاطئ. أبدع محمد فوزي مئات الروائع الغنائية، نذكر منها حبيبي وعينيا، وليا عشم، وتربينا يا قلبي، ياللي شغلت القلب معاكي، وأي والله، ويلك ويلك، ويا سلام، وشحات الغرام، واللي ينساك انساه، وتملي في قلبي يا حبيبي، والشوق الشوق. ولا ننسى أغانيه للأطفال، ماما زمانها جاية، وذهب الليل، كما غنى العديد من الأغاني الوطنية والدينية. رحل محمد فوزي عن دنيانا يوم 20 من أكتوبر من عام 1966 عن عمر ناهز 48 عاما، تاركا ثروة هائلة من الموسيقى والغناء والطرب. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، وخلينا نبتدي حالا هذه الفقره. يعني خلينا نبتدي بيك يا وليد. محمد فوزي مأثر فيك ازاي كمطرب دلوقتي؟ هو يعني محمد فوزي مأثر فينا كلنا من الصغر زي ما حضرتك قلتي، ومفيش حد فينا ما غناش ماما زمانها جايه، الاغنيه اللي اتحفرت في وجداننا واحنا صغيرين. محمد فوزي علامه وقيمه وقامه فنيه كبيره جدا، طبعا كل الموسيقيين عارفين قيمته كملحن وكمطرب وكممثل، ذو دم خفيف والناس بتحبه، يعني بتحب طلعته وبتحب الحانه كلها. صحيح. احنا بمناسبه محمد فوزي احنا عملنا في الاوبرا اوبريت اسمه تملي في قلبي للموسيقار محمد فوزي سنة 2006. كنت أنا قايم بالدور ده، يعني بجسد شخصية الموسيقار محمد فوزي. ويعني تمام، احنا ممكن نغني في أول حاجة كده تملي في قلبي مع خلينا إبراهيم. خلينا نتكلم شوية الأول بعد كده نبتدي نغني. أوكي. طيب إبراهيم بقى، أنت كمايسترو شاب، وإحنا عارفين إن محمد فوزي يمكن ألحانه كانت كمان أكتر من الأغاني اللي غناها. ليه أثر لغاية دلوقتي في هذه المدرسة؟ طبعا هو محمد فوزي مدرسة لوحده. هو كان سابق عصره في الالحان، من اول ما ابتدى يلحن من الاربعينات والخمسينات، بس لحد دلوقتي لا زال ان احنا كلنا متاثرين بيه. ازاي بقى يا ابراهيم؟ متاثرين بيه بالحانه
ان هي بتمتاز بالبساطه والخفه. صحيح. يعني هي ماشيه برضو مع الشباب اكتر، زائد انها يعني محفوره جوانا طبعا من ايام اغنيه ماما زمانها جايه، كلنا اتربينا عليها يعني. فلحد دلوقتي ما تعتبر تراث، اغانيه تعتبر تراث. تراث. احنا شايفين الموجة الجديدة من الاغاني ومن التلحين ومن الحاجات الغريبة يمكن اللي بنشوفها، ولكن احنا لما بنرجع للزمن الجميل ده دماغنا بتفضى شوية. هل الناس دلوقتي، اكيد انت في الاوبرا واكيد الجمهور الاوبرا مختلف، ولكن انت شايف الناس عندها تقبل لهذه المدرسة وهذا الاثراء الموجود؟ طبعا هو الجميع، طبعا الكل، طبعا لما بيسمع، مجرد ما بيسمع بس حاجه من الزمن الفن الجميل خلاص بيندمج معاه، سواء اذا كان شاب او سواء اذا كان راجل كبير. كل الاعمار بتسمع الزمن الفن الجميل. اي نعم، في بس شويه طبعا ماشيين مع، زي ما حضرتك عارف احنا بنتاثر اكتر بالغرب. نعم. فاحنا ماشيين مع الموجه دي شويه. بس يعني هي فتره وهتنتهي ان شاء الله. وليد، كلمنا اكتر عن محمد فوزي. انا عارفه ان انت طبعا يعني لا تقرب ليه او كده، لكن اكيد عندك المعلومات اللي انت لغايه دلوقتي ممكن تقولها لنا او حاجات جديده ممكن نسمعها. والله هو يعني محمد فوزي كان، هقول على الميزه اللي كانت فيه ان هو كان سابع عصره، وكان دايما الحانه يعني بتعدي الزمن اللي هو كان عايش فيه، عشان كده هي عايشة لحد دلوقتي. يعني كل الجمل اللحنية اللي احنا بنقولها واللي احنا بنسمعها، زي مثلا أغنية طير بينا يا قلبي، كان توزيعها كان رائع، اللي هي لو محدش فاكر كلنا عارفينها، فجمله بسيطة وفي نفس الوقت مش يعني مش متداولة ومش متوقعة، وفيها خفة دم الشخصية اللي هي أصلا بتتجسد في روحه. بس يعني طيب كده. أنت شايف إن هو أثرى أكتر في الغنى ولا في التلحين؟ هو تقريبا كان هو بيلحن لنفسه، فكل الاغاني اللي هو غناها كانت سريه بالحانه هو. انا شايف ان هو كان ممثل كمان. يعني كممثل كوميدي كان اكتر بكتير من ان هو زي ما انت قلت خفه دمه وشخصيته. طيب هنكمل هذا الحديث عن المطرب الراحل محمد فوزي، ولكن خلينا نطلع نشوف نشره الاخبار ونرجع نكمل.